بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أمين رب العالمين. أحييكم إخوتنا الكرام من هنا من أرض فدك الصغرى، ونقدم لكم حلقة جديدة رمضانية وبرنامج ميكروفون مصر. بإمكان الإخوة إن شاء الله في الحلقات المقبلة المشاركة في البرنامج ده من خلال خدمات الفايبر والواتس، كمان بإمكانهم المشاركة في طريقة يعني إحنا كنا مقدميها، وهي بإمكانكم إرسال فيديو لا يتجاوز دقيقتين من خلال خدمة الواتس على شكل سيلفي يعني، وتسألوا أسئلتكم وتطرحوا ما لديكم من مواضيع. إحنا هنتكلم اليوم، أو الأخ عمرو هيكلمكم اليوم عن موضوع الإمامة من القرآن، وسيأتي لكم بالأدلة من القرآن والسنة ومن كتبكم حول موضوع الإمامة وعصمة الأئمة. في ناس كتير كانت تسأل ما هي موضوع الإمامة وموضوع الإمامة، ولماذا يؤمن الشيعة بالأئمة الاثني عشر، والأخ عمرو حيكون معاكم اليوم من أجل هذا الموضوع الذي لا يحتاج إثبات، يعني ما هو ما واضح زي الشمس، بس في ناس لربما تكون عندهم غشاوة. أخ عمرو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل كلمة ليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم والعن أعداءهم، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة المنافقين المجرمين. اتكلمنا امبارح عن موضوع العصمة، وقلنا دليل ابتدينا بيه على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وقلنا يعني للأسف الشديد الوقت امبارح ما أسعفناش وما لحقناش نكمل الفكرة، وقلنا أن النهاردة هنعيد الفكرة باختصار وبعد كده نكملها إن شاء الله النهاردة بإذن الله. قلنا أنه أول دليل بنطرحه دلوقتي دليل نقلي وعقلي في نفس الوقت، بين واضح على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أول دليل هو وجوب طاعتهم طاعة مطلقة، وجوب طاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام طاعة مطلقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس، أوجب على الخلق طاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام طاعة مطلقة. وقلنا إنه من ثبت وجوب طاعته طاعة مطلقة ثبتت عصمته، لأن الطاعة المطلقة لا تنبغي إلا للمعصوم. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يوجب على الناس، يوجب على الخلق أن يطيعوا فلانا طاعة مطلقة، يعني طاعة مطلقة، طاعة كاملة في كل شيء، ويجعل له الولاية عليهم، يعني الولاية المطلقة التي تشمل حق الطاعة المطلقة والأولوية في التصرف، التي هي نفسها ولاية الله سبحانه وتعالى، فطاعة هذا الشخص هي طاعة الله. لازم الشخص ده يكون معصوم، لأن الأمر بالطاعة المطلقة لغير المعصوم معناه الأمر بالخطأ والباطل والعياذ بالله. لو أنا قلت لك فلان اسمع كلامه في كل حاجة، ويكون فلان ده بيغلط، يبقى أنا أمرتك بالغلط والباطل والعياذ بالله. والله لا يأمر بالباطل، فهذا دليل عقلي واضح على عصمة من ثبت وجوب طاعته طاعة مطلقة، وده هو نفسه الدليل على عصمة الأنبياء. الدليل عندنا احنا الشيعة وعند البكرية برضه اللي بيسموا نفسهم أهل السنة على عصمة الأنبياء عليهم السلام هو وجوب طاعتهم طاعة مطلقة. طيب، نفس الدليل ده ثابت لأهل البيت عليهم السلام، نفس هذا الدليل ثابت لأهل البيت عليهم السلام، وابتدينا بهذا الدليل من أدلة عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وبدأنا بآية تثبت هذا المعنى وشرحناها من الأحاديث الثابتة عند البكرية. نقرأ الآية تاني ونشرحها وبعد كده ننتقل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله العلي العظيم. طيب، الآية دي قلنا إن هنا الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بطاعة، يأمر الخلق بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وقلنا أن طاعة أولي الأمر هنا طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، بدليل أن طاعة أولي الأمر في الآية هي نفسها طاعة الرسول، فأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، قال
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أولي الأمر معطوفة على الرسول، يعني بنفس الفعل، يعني بنفس الفعل أولي الأمر مفعول به في الآية لنفس الفعل الرسول مفعول به له في هذه الآية، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي طاعة واحدة بفعل واحد. فطاعة أولي الأمر هي نفسها طاعة الرسول، وهي طاعة مطلقة مع الله، طاعة الرسول طاعة مطلقة، وطاعة أولي الأمر هي نفسها طاعة الرسول، فهي طاعة مطلقة. وهذا يدل على شيئين، يعني الأمر الإلهي بالطاعة المطلقة لأولي الأمر يدل على شيئين، يدل أولا على أنهم معصومون، لأن الطاعة المطلقة لا تنبغي إلا للمعصوم كما قلنا، ويدل ثانيا على أنهم محددون من الله ومنصوص عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة ناس طاعة مطلقة ويقول لنا أن طاعتهم هي طاعة الله والرسول وما يقولناش هما مين، لازم يحدد لنا هما مين. تمام؟ وقلنا معنى كلمة أولي الأمر، ما هو الأمر في كلمة أولي الأمر؟ قلنا أن الأمر هو أمر الله سبحانه وتعالى وليس أمر الناس، لأن الخلافة هي امتداد النبوة وهي القيام مقام النبوة، الخليفة هو القائم مقام النبي، والخلافة من أمر الله وليست من أمر الناس كما هو واضح، كما أن النبوة من أمر الله فإن الخلافة التي هي امتداد النبوة هي أيضا من أمر الله وليست من أمر الناس كما هو واضح، فهي من أمر الله. الأمر هنا هو أمر الله سبحانه وتعالى، أولي الأمر يعني أولي أمر الله. تمام؟ أما أمر الناس فالقرآن وصفه في يعني الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه شورى بين الناس، وصف المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم، أمر الناس أمرهم يعني أمر الناس، زي ما ضربنا مثال إحنا مثلا ساكنين في عمارة هنتشاور في أمور العمارة، هنعمل فيها إيه، هنركب أسانسير، هنعمل إيه، دي أمور الناس الحياتية، هذه شورى بين الناس. أما أمر الله سبحانه وتعالى فهو باختيار الله وليس باختيار الناس. وأولي الأمر هنا معناها أولي أمر الله مش أمر الناس، بدليل أن ربنا أوجب طاعتهم طاعة مطلقة، وبالتالي لازم يكونوا محددين ومختارين من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أمر الله باختيار الله سبحانه وتعالى، بينما أمر الناس هو شورى بين الناس، ليس يعني ليس منصوصا من الله إنما هو باختيار الناس. وأولي الأمر هنا واجب الطاعة طاعة مطلقة، وهذا يدل على النص عليهم، وهذا يدل على أن الأمر هنا ليس أمر الناس وإنما هو أمر الله جل وعلا كما هو واضح. تمام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. قلنا أن البكرية بيحاولوا يتهربوا، البكرية اللي بيسموا نفسهم أهل السنة بيحاولوا يتهربوا من هذا المعنى الواضح في الآية، معنى وجوب طاعة أولي الأمر طاعة مطلقة مما يدل على أنهم محددون ومنصوص عليهم وعلى أنهم أيضا معصومون، يحاولوا يتهربوا من هذا المعنى الواضح البين بأنهم يقولوا أن الطاعة هنا ليست طاعة مطلقة، بدليل أن هو قال حسب كلامهم، بدليل أنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، يعني إن تنازعتم في شيء أنتوا وأولي الأمر فردوه إلى الله ورسول، ما قالش ردوه إلى أولي الأمر. طبعا الرد على الكلام ده إيه؟ رد على الكلام ده إن التنازع في الآية هو بين الناس المأمورين بالطاعة وليس بين الناس وبين أولي الأمر كما هو واضح، لأن الضمير في الآية يعود على الناس المأمورين بالطاعة وليس على أولي الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. يعني الضمير هنا لغة واضح بين أهو، الضمير لغة يعود على مين؟ يعود على الناس المأمورين بالطاعة وليس على الناس وأولي الأمر، أولي الأمر ليسوا مخاطبين في الآية أصلا، واضح. تمام، ده أولا. ثانيا، الأمر بطاعة أولي الأمر، الأمر بطاعة أولي الأمر بأي نحو من أنحاء الطاعة، حتى لو افترضنا جدلا أن الطاعة هنا ليست طاعة مطلقة مع أنها طاعة مطلقة كما هو واضح لأنها هي نفسها طاعة الرسول، لكن لو افترضنا جدلا أن هي حتى طاعة ليست مطلقة، الأمر بالطاعة بأي معنى من معاني الطاعة لا يستقيم مع تجويز المنازعة ابتداء، زي ما قلنا ما ينفعش ربنا يأمرنا بطاعة أولي الأمر وبعد كده يقول لنا لو اتخانقتوا معاهم أو اختلفتوا معاهم ارجعوا لله ورسوله عشان تعرفوا أنتوا صح ولا هم صح، ده كلام فارغ مستحيل طبعا. يعني أنا أقول لك فلان أطيعه وبعد كده أقول لك يعني أطع فلان واسمع كلامه، بس لو اتخانقت معاه أو اختلفت معاه ارجع لي عشان تعرف انت صح ولا هو صح. طب ازاي انا امرك
بطاعته في نفس الوقت، وجوز ذاك منازعته ابتداء. التفتوا هنا الآية ما قالتش فإن تنازعتم، ما قالتش فإن، يعني فإن خالفوا، فإن خالف أولو الأمر الله ورسوله فارجعوا إلى الله ورسوله، لا قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، يعني على هؤلاء بأن التنازع بين الناس وبين أولي الأمر هذا تجويز لمنازعتهم ابتداء، يعني أنت الأول تنازعهم بعد كده ترجع لله ورسوله عشان تعرف هم صح ولا أنت صح، وهذا يتناقض مع الأمر بالطاعة واضح. فهذا كلام باطل بين البطلان وتفسير باطل للآية، إنما التنازع هنا بين الناس المأمورين بطاعة الله ورسوله أولي الأمر، مش بين الناس وأولي الأمر، أولي الأمر ليسوا مخاطبين في الآية. تمام، هذا واضح. تمام، طيب ليه بقى الآية ما ذكرتش رد إلى أولي الأمر يعني عند التنازع، وذكرت الرد إلى الله ورسوله ما ذكرتش رد إلى أولي الأمر؟ الجواب بمنتهى البساطة إنه أولاً الرد إلى الرسول يكون بالرد إلى أولي الأمر، الرد إلى الرسول يكون بالرد إلى أولي الأمر كما هو مصرح به في آية أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، صدق الله العلي العظيم. فالرد إلى الرسول يكون بالرد إلى أولي الأمر، ده أولاً. ثانياً ورد عندنا نحن في أحاديث في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الآية نزلت هكذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وأولي الأمر منكم. تمام؟ فهو أصلاً ده الآية، يعني أصل الآية هكذا أو تأويل الآية هكذا، تأويل الآية هكذا، ده ثانياً. ثالثاً حتى لو ما اعتمدناش على هذه الأحاديث وهي أحاديث حقة طبعاً، لكن إحنا دلوقتي حتى في كلامنا مع المخالفين نقول بمنتهى البساطة إنه الآية تخاطب من يدعي الإسلام، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، في معظم الحالات في معظم المواضع يكون هذا الخطاب موجها لكل من آمنوا بالله، يعني الكلام للناس غير مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني الكلام للناس غير مؤمنين، واضح. فكلمة يا أيها الذين آمنوا تخاطب كل من يدعي الإسلام بما في ذلك المؤمنين وغير المؤمنين. طيب هؤلاء الذين يدعون الإسلام مختلفون أصلا ومتنازعون في تحديد أولي الأمر، منهم من يقول أولي الأمر علي والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين عليهم السلام، ومنهم من يقول أولي الأمر أبو بكر وعمر وعثمان لعنهم الله. طيب إزاي ربنا سبحانه وتعالى يأمر هؤلاء المخاطبين في الآية بالرجوع إلى أولي الأمر في النزاع إذا كان النزاع أصلاً موضع النزاع الأساسي هو تحديد أولي الأمر؟ إزاي؟ هيكون معنى الآية بهذا الفهم عشان يعني نوضح، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في تحديد أولي الأمر فارجعوا إلى الله ورسول لتعلموا من أولي الأمر الذين أوجب الله عليكم طاعتهم. ده معنى الآية بهذا الفهم زي ما بينا. تمام؟ فالآية واضحة بينا تأمر الناس بطاعة الله والرسول وأولي الأمر طاعة مطلقة، وتأمر الناس إذا تنازع الناس بينهم أن يردوا النزاع، أن يردوا هذا النزاع إلى الله والرسول، والرد إلى الرسول إنما يكون بالرد إلى أولي الأمر كما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، صدق الله العلي العظيم. ده معنى الآية وهي دليل قطعي على عصمة أولي الأمر، لأن الله أوجب طاعتهم طاعة مطلقة وهي طاعة الرسول، هي نفسها طاعة الرسول فهي طاعة مطلقة، فهذا يدل على أنهم معصومون ومحددون كما بينا. طيب عايزين نعرف بقى مين هم أولو الأمر دول، مين هم أولو الأمر اللي ربنا أوجب علينا طاعتهم طاعة مطلقة في القرآن وآية الطاعة تدل على عصمتهم زي ما بينا، مين هم؟ قلنا طبعا إنه مفيش حاجة في القرآن، لا في الأصول في العقائد ولا في الفروع في الأحكام ممكن تفهم إلا برجوع للسنة زي ما بينا ووضحنا قبل كده. تمام، وإحنا دلوقتي مش هنحتج على المخالفين بما رويناه نحن من السنة، مش هنحتج على المخالفين بأحاديثنا نحن، وإنما هنحتج عليهم بالأحاديث الثابتة عندهم هم اللي هم بيقروا بصحتها ويعترفوا بها، يعني سلف المخالفين أسلاف القوم بذلوا مجهودات
في إخفاء الحقائق. مع ذلك الله سبحانه وتعالى بلطفه أراد أن تتسرب كثير من الحقائق لمصادر المخالفين. إحنا بقى من الحقائق مصادر تثبت لهم إن شاء الله حقانية الإسلام شيوع اللي هو الرفض وولاية أهل البيت عليهم السلام وعصمتها. عايزين نعرف دلوقتي مين أولو الأمر اللي ربنا أوجب علينا طاعته، تمام، واللي هم طبعا معصومين لأن طاعتهم يعني طاعتهم واجبة طاعة مطلقة. قلنا إنه يعني احتججنا بهذا الحديث الشريف، حديث الثقلين. حديث الثقلين طبعا هو حديث ثابت عند الفريقين، عندنا وهو وارد عندهم في عشرات المصادر، وارد عندهم بأكثر من 250 سند، وارد عندهم عن أكثر من 30 صحابي، يعني في أعلى درجات التواتر. قلنا الحد الأدنى للتواتر حسب علم الحديث عند البكرية أن يروى الخبر عن 5 أو أكثر، يعني الحد الأدنى 5 من الرواة في كل طبقة، يعني في كل جيل من الرواة. حديث الثقلين هو في أعلى درجات التواتر عند البكرية حسب علم الحديث البكري، لأنه مروي الطبقة الأولى في الجيل الأول من الرواة عن حاجة أكتر من 30 صحابي، تمام؟ ورد عندهم في عشرات المصادر، منها صحيح مسلم، ومنها سنن الترمذي، ومنها سنن النسائي، ومنها مسند أحمد بن حنبل، ومنها المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ومنها مصنف ابن أبي شيبة، وغيرها من مصادرهم، عشرات المصادر، تمام؟ امبارح عرضنا بعض الوثائق من حديث الثقلين، ما فيش داعي ان احنا نعرضها تاني. عرضنا وثيقة للحديث الثقلين من صحيح مسلم، وعرضنا برضو وثيقة من حديث الثقلين، حديث الثقلين من سنن الترمذي، وعرضنا وثيقة تالتة حديث الثقلين من مسند احمد بن حنبل، وعرضنا وثيقة رابعة حديث الثقلين من المستدرك للحاكم النيسابوري. تمام، نتكلم النهاردة عن مضمون الحديث. حديث الثقلين اللي هو بيقول ايه، لفظ الحديث بيقول ايه، قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث الثقلين الشريف. حديث الثقلين قلنا أنه هو يفهم منه عدة معاني. أولا يفهم منه عدة أمور مهمة. أولا إن أهل البيت عليهم السلام هم سادة الأمة وهم سادة الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب على كل الأمة طاعتهم والتمسك بهم، وجعلهم أئمة على كل الأمة. الصحابة واللي خلفوا الصحابة واجب عليهم طاعة أهل البيت عليهم السلام والخضوع ليهم، وإلا يضلوا ويهلكوا ويخشوا جهنم. فمين السادة؟ أهل البيت عليهم السلام. مين الأئمة؟ أهل البيت عليهم السلام. وبقية الأمة كلهم مأمومين. هذا يدل أولا على أفضلية أهل البيت عليهم السلام وسيادتهم على جميع الأمة. ثانيا هذا الحديث يدل على وجوب طاعة أهل البيت عليهم السلام طاعة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب علينا التمسك بهم كالتمسك بالقرآن، فهذا وجوب، هذا إيجاب يعني فرض لطاعتهم طاعة مطلقة كطاعة القرآن، وهذا يدل على أنهم معصومون وعلى أنهم محددون. لازم يحدد لنا مين هم، يعني ما ينفعش مثلا يكون كل ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم المقصودين بهذا الحديث أو بهذه الوصية، مش ممكن كلهم يكون واجب على الناس طاعتهم طاعة مطلقة، لأن مش كلهم معصومين طبعا، فلازم يكونوا معصومين لأن الأمر بالطاعة المطلقة لا يكون إلا للمعصوم، ولازم يكونوا محددين، تمام. وإن حديث الثقلين هو الوصية الأساسية والطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله لأمته حتى تهتدي ولا تضل، حتى تسير عليه من بعده فتهتدي ولا تضل. وكون هذا الحديث الشريف أغلبية البكرية ما سمعوش عنه، ده لأن اللي بيوصل لهم الدين من علمائهم للأسف خونة، للأسف الشديد، تمام، مع أنه ثابت عندهم ثبوت قطعي زي ما قلنا، وهو من أشد الأحاديث تواترا عندهم، وطبعا في الدلالة هو أخطر وأهم حديث للنبي صلى الله عليه وآله على الإطلاق، تمام. المعنى الثاني اللي قلناه اللي نفهمه من حديث الثقلين الشريف ان طاعه اهل البيت عليهم السلام واجبه طاعه مطلقه، وهذا يدل على انهم معصومون وعلى انهم محددون. المعنى الثالث اللي احنا نفهمه من حديث الثقلين الشريف ان في كل زمن
في إمام حي معصوم موجود في الأرض من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وإنهما تفاقى، يعني القرآن وأهل البيت، تفاقى حتى يرد علي الحوض، يعني طول ما فيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهمنا من هذا الحديث الشريف أن أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم طاعة مطلقة هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هؤلاء أولي الأمر منهم إمام معصوم حي في كل زمان. تمام. ذكرنا برضو حديث الخليفتين، وهو حديث وارد في بعض مصادر البكرية اللي بيسموا نفسهم أهل السنة، منها مسند أحمد بن حنبل ومصنف ابن أبي شيبة. وقلنا إن الحديث ده صحيح حسب علم الحديث البكري، هو حديث صحيح، وهو يعني علماء البكرية علماء الحديث عند البكرية أقروا بصحة هذا الحديث. تمام. حديث الخليفتين، ممكن نعرض الوثيقة الخامسة اللي هي حديث الخليفتين من مسند أحمد بن حنبل. الوثيقة الخامسة حديث الخليفتين من مسند أحمد بن حنبل. نعم، مسند أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث زيد بن ثابت. حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا شريك عن الرتين، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الوثيقة السادسة بسرعة كده نعرضها إن شاء الله، حديث الخليفتين من مصنف ابن أبي شيبة. حديث الخليفتين من مصنف ابن أبي شيبة. الوثيقة السادسة. حديث الخليفتين من مصنف ابن أبي شيبة، المصنف لابن أبي شيبة الكوفي اللي هو شيخ البخاري، أستاذ البخاري في الحديث. حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تمام. عرفنا من حديث الخليفتين نفس المعنى، إن أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم طاعة مطلقة هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بدليل هذا القول الواضح، وهو حديث صحيح حسب علم الحديث البكري، وأقر علماء البكرية علماء الحديث عندهم بصحته، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فهذا يدل بوضوح وصراحة على أن أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم طاعة مطلقة، وهم معصومون ومحددون من الله سبحانه وتعالى، وطاعتهم هي طاعة القرآن وهي طاعة النبي صلى الله عليه وآله، أنهم هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. طيب، إحنا كده عرفنا أن أولي الأمر اللي ربنا أوجب علينا طاعتهم طاعة مطلقة فهم معصومون ومحددون، هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وعرفنا أن في كل زمن في واحد منهم حي موجود في الأرض طول ما في قرآن في الأرض. عرفنا دائما آية الطاعة وحديث الثقلين وحديث الخليفتين. عايزين نعرف بقى هؤلاء الخلفاء، خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هم واجب الطاعة طاعة مطلقة، اللي هم معصومين ومنصوص عليهم من النبي صلى الله عليه وآله، واللي في كل زمن في واحد منهم حي في الأرض، واللي هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. عايزين نعرف عددهم كام. طيب، نشوف الورد عند البكرية في مصادر البكرية عن عدد الخلفاء. هل ورد عند البكرية أن الخلفاء 3 أو 4، ولا ورد عند البكرية عدد إيه؟ عندنا حديث الخلفاء 12 الورد عند البكرية وثبت عند البكرية في الأحاديث الصحيحة عندهم حسب علم الحديث بتاعهم، هو تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الخلفاء
12 بأن خلفائه عددهم 12. هذا حديث صحيح عند البكرية ثابت عندهم، ورد عندهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وفي سنن أبي داود وفي مسند أحمد بن حنبل. تمام، خلينا 7 الخلفاء هو 12 من صحيح البخاري. صحيح البخاري كتاب الأحكام، باب جعله البخاري يعني قبل باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. نعم. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عبد الملك، سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه يقول كلهم من قريش. يعني اللي سمعه جابر بن سمرة من النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يكون 12 أميرا. ده حديث الخلفاء 12 من صحيح البخاري. ناخد الوثيقة الثامنة، حديث الخلفاء 12 من صحيح مسلم، من صحيح مسلم. الوثيقة الثامنة، حديث الخلفاء 12 من صحيح مسلم. صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي، واللفظ له يعني اللفظ لرفاعة، حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع النبي فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، ثم تكلم بكلام خفي علي، يعني بقيت الكلام أنا ما سمعتوش، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. يعني اللي سمعه جابر بن سمرة من النبي صلى الله عليه وآله هو إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. تمام، عرفنا من هذا الحديث إن خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أولو الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم طاعة مطلقة عددهم 12، لا 3 ولا 4، 12. تمام؟ طيب البكرية بيقولوا إيه عن الحديث ده؟ بيقولوا إن الحديث ده لا يعني النص على الخلفاء، إنما هو مجرد إخبار بإن هيكون في 12 خليفة من غير نص عليهم ومن غير تحديد ليهم. والرد على الكلام ده بمنتهى البساطة إنه مش ممكن يكون قول النبي صلى الله عليه وآله إن الخلفاء 12 مجرد إخبار بوجود 12 خليفة من غير تحديد ليهم ومن غير نص عليهم، مش ممكن. ليه؟ لأن هؤلاء الخلفاء اللي هم أولو الأمر الله سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعتهم طاعة مطلقة، أوجب علينا طاعتهم طاعة مطلقة، فمش ممكن النبي صلى الله عليه وآله يوجب علينا طاعة أناس وما يقولناش هم مين. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وآله يوجب علينا طاعة الخلفاء اللي هم 12 وما يقولناش هم مين، لازم ينص عليهم لأنه صلى الله عليه وآله أوجب علينا طاعتهم طاعة مطلقة. تمام؟ طبعا البكرية يعني سلفهم أخفوا أسماء الخلفاء الاثني عشر، أخفوا أسماءهم، لكن مع ذلك تسرب إلى مصادرهم ما يكفي للقطع بأن هؤلاء هم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا واضح بين عرفنا من حديث الخلفاء، عرفنا قصدي من آية الطاعة أن أولي الأمر معصومون ومحددون ومنصوص عليهم بدليل وجوب طاعتهم طاعة مطلقة، وهي نفسها طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهي طاعة مطلقة. وعرفنا من حديث الثقلين وحديث الخليفتين إن هؤلاء الخلفاء أولي الأمر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل زمن في واحد منهم حي في الأرض. وعرفنا من حديث الخلفاء 12 إن عدد هؤلاء الخلفاء أولي الأمر المعصومين المنصوص عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وهم من أهل بيته عليه الصلاة والسلام عددهم 12. عرفنا كده إن عددهم 12. طيب نيجي لحديث تاني يؤكد لينا نفس المعنى اللي احنا عرفناه من حديث الثقلين.
حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، قد عند البكرية بألفاظ متعددة، ورد عندهم بلفظ من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، ورد عندهم بلفظ من مات وليس عليه إمام فإن موتته موتة جاهلية، ورد عندهم بلفظ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وورد عندهم بلفظ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ورد عندهم بألفاظ متعددة تؤدي نفس المعنى، ورد عندهم هذا الحديث بألفاظ متعددة تعني نفس المعنى، تمام. ومجموع هذه الألفاظ متواترة عندهم، يعني احنا قلنا ان التواتر في علم الحديث معناه ورود الحديث عن عدد كبير من الرواة في كل طبقة من الرواة، يعني في كل جيل من الرواة، الحد الأدنى 5 من الرواة في كل طبقة. طيب، في حاجة اسمها تواتر لفظي وفي حاجة اسمها تواتر معنوي. التواتر اللفظي في علم الحديث معناه ان اللفظ المحدد يكون متواتر، يعني حديث بلفظ محدد هذا اللفظ بالتحديد متواتر. أما التواتر المعنوي فمعناه أنه يرد حديث بألفاظ متعددة بهذه الألفاظ التي تؤدي نفس المعنى تكون متواترة، مجموع هذه الروايات متواتر، ده اسمه تواتر معنوي. هذا الحديث حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هو حديث متواتر تواترا معنويا عند البكرية، لأنه ورد عندهم مجموع ألفاظ هذه مجموع ألفاظ هذا الحديث ورد عندهم عن 9 من الصحابة، عن 9 من الصحابة، فهو متواتر عندهم تواترا معنويا. ورد عندهم هذا الحديث الوارد بألفاظ متعددة زي ما قلنا، ورد عندهم في مصادر كثيرة من مصادرهم، منها صحيح مسلم، ومنها مسند أحمد بن حنبل، ومنها المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ومنها المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وغيرها من مصادر البكرية اللي بيسمى نفسهم أهل السنة. تمام؟ ممكن نعرض الوثيقة التاسعة، موجودة الوثيقة التاسعة، حديث من مات وليس في عنقه بيعة، الوثيقة التاسعة موجودة، نعرض الوثيقة التاسعة، حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية من صحيح مسلم، من صحيح مسلم، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. تمام، الوثيقة من صحيح مسلم، واضح؟ يريد بس نخطط على النص. تمام، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. تمام، ناخد برضو الوثيقة العاشرة، حديث من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية من مسند أحمد بن حنبل، الوثيقة العاشرة، حديث من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية من مسند أحمد بن حنبل، موجودة الوثيقة العاشرة. من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، نخطط على النص، من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية من مسند أحمد بن حنبل. تمام، وقلنا إن هذا الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية بألفاظه المختلفة ورد عندهم في مصادر عديدة، منها صحيح مسلم زي ما عرضنا، ومسند أحمد بن حنبل، والمستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري، والمغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وغيرها من مصادر البكرية. تمام، نفهم إيه من هذا الحديث من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، أو من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نفهم إيه من الحديث ده؟ نفهم من الحديث ده إن في كل زمن، إنه
في كل زمن في إمام حي موجود في الأرض من أولي الأمر المعصومين واجب الطاعة طاعة مطلقة المنصوص عليهم من النبي صلى الله عليه وآله، وإن معرفة هذا الإمام مسلم يعني هي شرط لكون الإنسان أصلا مسلم. يعني نفهم من هذا الحديث إن في كل زمن في إمام حي في الأرض من أولي الأمر الذين أوجب الله طاعتهم على الناس طاعة مطلقة وجعل لهم الولاية على الناس، وأن معرفة هذا الإمام أصل من أصول الدين زي التوحيد زي معرفة الله سبحانه وتعالى. ومن لم يعرف هذا الإمام، من لا يعرف هذا الإمام ولا يبايعه ليس على ملة الإسلام، ليس على الجاهلية، ولو مات وهو لا يؤمن بإمام زمانه يكون قد مات على الجاهلية يعني على الكفر يعني على غير ملة الإسلام. فمعرفة إمام الزمان هي أصل من أصول الدين كالتوحيد زي ما قلنا. تمام، هذا المعنى الواضح عرفناه وفهمناه من حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية زي ما بينا. تمام، هنا عرفنا من هذه الأحاديث ومن هذه الآية الكريمة آية الطاعة أن أولي الأمر معصومون ومحددون وطاعتهم واجبة طاعة مطلقة ولهم الولاية المطلقة على الناس، وأن أولي الأمر هؤلاء هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل زمن في واحد منهم حي موجود في الأرض، ومعرفة هذا الإمام من أصول الدين، ومن لا يعرفه ولا يؤمن به ولا يبايعه ليس على ملة الإسلام، وأن هؤلاء الخلفاء أولي الأمر هم عددهم 12، هؤلاء الخلفاء المعصومون المنصوص عليهم وهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددهم 12، وفي كل زمن في واحد منهم حي موجود في الأرض ومعرفته أصل من أصول الدين كمعرفة الله والإيمان بالله، ومن لا يؤمن به فليس مسلما. عرفنا هذا من هذه الأحاديث المشارحة والموضحة للقرآن الكريم، وعرفنا ده من آية الطاعة اللي احنا بدأنا بيها وشرحناها إن شاء الله الحمد لله. تمام، عايزين بقى نعرف بالتحديد مين هم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر، عايزين نعرف بالتحديد. طيب احنا عرفنا ان هؤلاء أولي الأمر اللي هم الخلفاء الاثنى عشر اللي في كل زمن في واحد منهم حي ومعرفته من أصول الدين زي توحيد الله، عرفنا أن هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله كما في حديث الثقلين وفي حديث الخليفتين. تمام، عايزين نعرف بقى مين هم بالتحديد. طيب كلمة أهل البيت، أهل بيت فلان أو فلان، تعني لغة في اللغة العربية تعني بالمعنى الأولي قرابة الإنسان، علاقة النسب يعني الدم، القرابة لأنها علاقة ثابتة، علاقة أصلية لا تنفصل عن الإنسان أبدا. تمام، وتعني بالمعنى الثانوي الزوجات. ليه؟ لأن الزوجات علاقتهم بالإنسان علاقة مستعارة، علاقة مؤقتة تنفصل هذه العلاقة بالطلاق أو بموت أحد الطرفين. تمام، ده من ناحية اللغة. لكن كلمة أهل النبي أو آل النبي أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله دي كلمة ليها معنى اصطلاحي خاص، دي كلمة ليها معنى اصطلاحي خاص لا يشمل جميع من تشملهم الكلمة بالمعنى اللغوي. الكلمة دي ليها معنى اصطلاحي حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عايزين نعرف مين هم أهل بيت النبي، مين هم الخلفاء اللي هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. تمام، عندنا النبي صلى الله عليه وآله حدد مين هم أهل بيته في حديث الكساء الشريف الثابت عند الفريقين، الثابت عند الفريقين، ثابت عندنا نحن الشيعة وعند البكرية اللي بسمى نفسهم أهل السنة. ورد حديث الكساء الشريف عند البكرية بأكثر من 40 مصدر من مصادرهم، منها صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن النسائي ومسند أحمد بن حنبل والمستدرك على الصحيحين للحاكم النسابوري وسنن البيهقي والمعجم الكبير للطبراني وعشرات المصادر غيرها، أكثر من 40 مصدر عندهم ذكر حديث الليل. تمام، حديث قصدي الكساء، حديث الكساء أنا بتكلم دلوقتي عن حديث الكساء، أكثر من 40 مصدر عندهم ذكر حديث الكساء الشريف. ورد عندهم عن السيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن عائشة لعنة الله عليها، وعن سعد بن أبي وقاص لعنة الله عليه،
وعن عمر بن أبي سلمة وعن هو عمر ابن سيدة أم سلمة عمر بن أبي سلمة رضي الله عليه وعن عبد الله بن عباس. فورد عندهم عن خمسة من الصحابة تمام، فهو حديث متواتر عندهم. طيب نعرض الوثيقة الحداشر، الوثيقة الحداشر حديث الكساء من صحيح مسلم. نعرض الوثيقة الحداشر حديث الكساء من صحيح مسلم. مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر يعني ابن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام. الوثيقة الاثناشر نعرضها برضو حديث الكساء من سنن الترمذي، حديث الكساء من سنن الترمذي. الوثيقة الاثناشر نعرضها حديث الكساء من سنن الترمذي. سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب عن رسول الله ومن سورة الأحزاب، يعني كتاب تفسير رسول الله باب تفسير سورة الأحزاب أو ما ورد في سورة الأحزاب. سنن الترمذي. حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله قال لما نزلت هذه الآية على النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله، قال أنت على مكانك وأنت على خير. يعني إيه؟ يعني هنا الحديث صريح إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حط نفسه والإمام علي عليه الصلاة والسلام والسيدة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام والإمام حسين عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الخمسة تحت كساء، جلل نفسه وهم بكساء. تمام. وتلا عليهم الآية الكريمة وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. السيدة أم سلمة وهي زوج النبي وهي امرأة صالحة رضوان الله عليها حاولت تخش معهم في الكساء، فالنبي صلى الله عليه وآله رد إيدها ومرضيش يدخلها في الكساء. هنا النبي صلى الله عليه وآله حدد عليه الصلاة والسلام. طيب عرفنا كده إنه أولي الأمر اللي هم الخلفاء الاثنى عشر اللي ربنا أوجب علينا طاعتهم طاعة مطلقة وهم معصومون ومنصوص عليهم وهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل زمن في واحد منهم حي في الأرض ومعرفته أصل من أصول الدين كالتوحيد. عرفنا أن هؤلاء أولهم علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، ثم تسعة منهم. حديث الكساء حدد لنا مين هم أهل البيت اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، محمد وعلي وفاطمة والحسن والسلام، دول هم أول أهل البيت المعصومين أصحاب الولاية على الناس واجب الطاعة طاعة مطلقة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعنيهم بقوله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. طيب بعد هؤلاء في تسعة، بقية الخلفاء الاثنى عشر في تسعة منهم من أهل البيت كما علمنا من حديث الثقلين ومن حديث الخليفتين إن هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء في كل زمن في واحد منهم. عرفنا كده الخلفاء، عرفنا من حديث من آية الطاعة وحديث الثقلين وحديث الخليفتين وحديث
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وحديث الخلفاء بعد 12، وحديث الكساء الشريف أن أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ومنهم 12 خليفة معصومون محددون في كل زمن، في إمام معصوم حي منهم، ومعرفته أصل من أصول الدين وشرط لإسلام الإنسان. وإن هؤلاء أولهم علي والحسن والحسين عليهم السلام، هؤلاء الخلفاء الـ 12 أولهم علي والحسن والحسين عليهم السلام، ثم 9 منهم. طيب إحنا عرفنا من حديث الكساء الشريف إن أهل البيت هم 5 أهل الكساء، والتسعة من بعدهم، التسعة الأئمة 9 المعصومين من ذرية عثمان الحسين عليهم السلام من بعدهم. طيب عرفنا منين إن الأئمة 9 من ذرية عثمان الحسين عليهم السلام هم برضو من أهل البيت بالمعنى الخاص اللي النبي صلى الله عليه وآله حدده؟ من أحد طبعا عندنا إحنا القضية واضحة وبينة وفيها أحاديث كثيرة بينة ونصوص يعني قطعية كتير جدا وأوضح من إن هي أصلا تتشرح، لكن يكفي عند البكرية يعني بالنسبة للبكرية حديث الثقلين في الدلالة على أن أهل البيت المعصومين هم 5 أهل الكساء والأئمة 9 من بعدهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنهما يعني القرآن والعترة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فده يدل بالقطع على أنه هؤلاء أهل البيت المعصومين في كل زمن في واحد حي منهم في الأرض. تمام؟ وعرفنا من حديث الخلفاء الاثنى عشر ان الخلفاء من اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم عددهم 12، ومن حديث الكساء عرفنا ان اولهم علي والحسن والحسين عليهم السلام ثم 9 منهم. طيب السؤال هنا، السؤال هنا بوضوح وسؤال بسيط جدا، هل هناك منظومه تنطبق عليها هذه الاوصاف؟ هل هناك مصداق لهذه الاوصاف؟ خلفاء 12 من اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولهم علي والحسن والحسين عليهم السلام ثم 9 منهم عليهم السلام في كل زمن في واحد منهم حي في الأرض ومعرفته أصل للدين وشرط لإسلام الإنسان وهم واجب الطاعة طاعة مطلقة، طاعتهم هي طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مطلقة، فهم معصومون ومحددون من الله ومنصوص عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأوصاف التي عرفناها من الآية آية الطاعة ومن هذه الأحاديث المبينة الموضحة لآية الطاعة الثابتة عند البكرية اللي بيسمنا وصوم أهل السنة، هل هذه الأوصاف تنطبق على أي حد غير الأئمة الاثنى عشر أئمة الحق من آل محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك مصداق، هل هناك مصداق لهذه الأوصاف غير أئمتنا أئمة الشيعة الأئمة الاثنى عشر أئمة الحق من آل محمد عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا، مفيش غيرهم. عرفنا من آية الطاعة وحديث الثقلين وحديث الخليفتين وحديث الكساء وحديث الخلفاء الاثنى عشر وحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، عرفنا أنه أولي الأمر واجب الطاعة طاعة مطلقة، فهم معصومون وهم محددون ومنصوص عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعددهم 12 وفي كل زمن في واحد حي منهم في الأرض، وهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأولهم علي والحسن والحسين ثم 9 منهم، وهم سيد الأصباط والإمام الحسين الشهيد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، والإمام السجاد زين العابدين علي بن حسين، والإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق، والإمام موسى الكاظم، والإمام علي رضا، والإمام محمد الجواد، والإمام علي الهادي، والإمام الحسن الزكي العسكري، والإمام الحجة المهدي صلوات الله وسلامه عليهم. فأهل البيت المعصومون أصحاب الولاية على الناس، الواجب الطاعة طاعة مطلقة هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الأئمة الاثنى عشر من أهل بيته عليهم الصلاة والسلام، والصديقة الكبرى الحجة المعصومة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا دليل مبين على عصمة النبي وسائر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا الدليل الأول الذي بيناه
وهو وجوب طاعتهم طاعة مطلقة، وهو وجوب طاعتهم طاعة مطلقة. بكرة إن شاء الله هنفتح باب الاتصالات، وعايزين الناس تتكلم وتتناقش وتتصل بينا وتتناقش وتتكلم معنا في هذا الدليل على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهو وجوب طاعتهم مطلقة، وهو نفسه الدليل على عصمة الأنبياء والأوصياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. إن شاء الله بكرة بإذن الله نفتح الموضوع ده، أو يعني إضافات وكلام من الإخوة المشاهدين في الموضوع ده بإذن الله، ونختم النهاردة إن شاء الله. ونسأل الله أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأن يهدينا ويثبتنا على توحيده، وأن يهدي أهل مصر الطيبين لتوحيده ومعرفته وولاية محمد وآل محمد سادة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم، والبراءة من أعدائهم عليهم لعنة وسوء العذاب، وأن يعيد المصريين الطيبين إلى دوحة الولاء لمحمد وآله سادة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم. وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.